السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة دروس مايكروسوفت أوفيس إكسل. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نتكلموا على فونكسيون جديدة اللي هي الفونكسيون امبيفال، فونكسيون اللي هي داخلة من بين لي فونكسيون اللي عندهم علاقة بالستاتيستيك، وكتعتبر كذلك من بين لي فونكسيون المهمة اللي عندنا في إكسل. دونك غندوزو مباشرة باش أننا نشوفوا السنتاكس ديال الفونكسيون هادي ونتعرفوا على لي بارامتر ديال هاد الفونكسيون كذلك، وبالتالي غادي ندوزو للفوي الثانية. دونك فوالا سانتاكس دو فونكسيون هو سانتاكس بسيط. دونك كنسبقوا دائما بايغال اللي قلنا هي سامبول اللي هو مهم باش اننا نكتبوا اي فونكسيون، لا باش اننا نقولوا بيكسل كاننا راه بغينا اننا نكالكولي واحد الحاجه. دونك كنكتبوا ايغال، ابري كنتبعوا الفونكسيون ان بيفال. دونك كيما كتلاحظوا الفونكسيون ان بيفال دونك كتعني لو نومبر دي فالور. يعني شنو كتحسب لينا هاد الفونكسيون هادي؟ كتحسب لو نومبر دي فالور، كتحسب ليك واحد المجموعه ديال لي فالور اللي كاينين في واحد المجموعه ديال لي سيلول. فانت دائما كتعطيها البلاج اللي انت بغيتي تحسب فوسطو، اوتوماتيكمون كتقول لك هاد الفونكسيون شحال من سيلول في واحد الفالور معين، يعني كتعطيك لو نومبر دي فالور اللي كاينين في داك البلاج اللي انت عطيتها. فهاد الفونكسيون فهي فقط كترجع لك عدد لي سيلول اللي هما عامرين. فاش كنقول لي هما عامرين يعني اللي فيهم قيمه معينه. حاجه وحيده اللي ما كتحسبش هاد الفونكسيون وهما لي سيلول اللي خاولين. دونك فاش كتعطيها واحد البلاج ديال لي سيلول وكيكون واحد المجموعه ديال لي سيلول في وسط هاد البلاج هذا خاويين، دونك هادو اللي ما كتحسب ليكش، فهي من خلال هذاك البلاج كترجع لك فقط لو نومبر دي سيلول اللي هما عامرين. دونك دائما سانتاكس واضح جو بونس، اللي هو ايغال ام بي فال ابخي البلاج. هنا فين كنحطو كوم بارامتر البلاج اللي بغينا ان الفونكسيون ترجع لينا عدد لي فالور اللي كاينين فيه. دونك غناخدو اكزومبل بعجاله. دونك كيما كتلاحظوا عندنا واحد البلاج اللي هو من سي 2 حتى سي 10. دونك هاد البلاج هذا في واحد المجموعه ديال لي فالور، دونك تقريبا عندنا 1 2 3 4 5 سيلول، وفي وسط هاد لي سيلول كل سيلول عندنا فيه قيمه معينه. فمثلا لا سيلول 1 عندنا 10، لا سيلول الثانيه عندنا تكست، لا سيلول الثالث خاوي، دونك لا سيلول الرابع تكست، ولا سيلول الخامس كذلك تكست بلوتو فالور. دونك انا في البلاج دونك غنكتب دائما ام بي فال ابري ايغال ام بي فال. غادي نجي في البلاج دونك غناخذ سي 5 دو بوين سي 10. دونك انا خديت هذا البلاج هذا اللي هو من سي 6 بلوتو دو بوين سي 6 يعني جيسكا سي 10. دونك خديت البلاج اللي هو مثل امامكم. دونك انا غندير اونطري ونشوف يعني شنو غتعطيني. دونك الفونكسيون كتقول لي كو 4، دونك غنشوف انا هاد 4 منين جات. فاوتوماتيكمون جات قالت لي فهاد البلاج لي سيتي اللي هو من سي 6 حتى سي 10 عندك 4 ديال لي سيلول اللي عامرين. دونك واخا حنا فهاداك البلاج عندنا 5 ديال لي سيلول، ولكن الفونكسيون رجعت لينا فقط 4. علاش؟ حيت 4 ديال لي سيلول اللي عامرين عندي، ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. دونك فوالا جو بونس ان الفونكسيون واضحه بالنسبه لكم. غادي ناخذ فقط اكزومبل اخر بشكل سريع. دونك انا غادي نحاول انني نجي مثلا نزيد دي فالور اخرين. مثلا انا غادي نجي لهنا غادي ندير مثلا 200، غادي نجي لهنا غادي ندير 300، هنا مثلا غناخذ تكست ابري كذلك هنا غادي نخليه خاوي، ابري هنا غادي ندير مثلا 200.50. دونك فوالا دونك عندي كذلك واحد المجموعه ديال 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 لي فالور كذلك. دونك اللي كاين عندي هنا، دونك انا نرجعو نمس لو ستيل. دونك فوالا عندي بلاج اخر. دونك لاحظ هنا ولاو عندي واحد المجموعه ديال لي بلاج. دونك الا حاولنا نحسبوا شحال من سيلول عندنا هنا، فعندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك عندنا 10 ديال لي سيلول فهاد البلاج، يعني من لهنا يعني من 10 حتى 250.5 يعني عندي 10 ديال لي سيلول. ولكن شحال من سيلول عندي عامر هنا؟ عندي فقط 8 ديال لي سيلول عامرين وجوج ديال لي سيلول خاويين. يعني فاش غادي نجي لهاد الفونكسيون غادي نقول لها فوالا حسبي ليا دونك باستعمال فونكسيون ام بي فال شحال من سيلول عامر دونك فهاد البلاج هذا. دونك اللي غادي نسيليكسيوني اللي هو سي 6 دو بوين دي 10، يعني من لهنا لهنا، وبالتالي انا خديت لي دو بلاج. دونك فاش غادي ندير اونتري دونك غادي تعطيني 8. دونك كيما كتلاحظوا ما عطاتنيش 10، واخا ان البلاج فيه يعني 10 ديال لي سيلول، ولكن الفونكسيون قالت لي من هاد ال10 هادو راه عامرين فقط 8 ديال لي سيلول. ففقط فاش كنجي مثلا شي سيلول من هاد لي سيلول اللي خاوين هنا عمرتو، مثلا غادي ندير فيه تكست
اخو فوالا كندير اونتري دونك اوتوماتيكمون كيما كتلاحظ يعني كتولي 9. غادي نعاود نعمر هذا دونك كتولي 10. دونك واضح فاش غادي نخوي مثلا هذا اوتوماتيكمون غترجع 9، غادي نخوي هذا غترجع 8، غادي نخوي هذا غترجع 7. ولكن فاش غادي نجي لي سيلول على برا هنا غادي نكتب شي تكست وغادي ندير اونتري ما تغيرش القيمه، علاش؟ حيت هاد الفونكسيون اللي هي امبيفال فهي فقط كتحسب لك البلاج ولا لا سيلول لي سيلول اللي انت عطيتيهم، دونك فقط هي كتكونتي لك في هاد ليسباس هذا، ما عندهاش علاقه بالاسباس اللي على برا. سين ولا بغيتي تدخل ليسباس اللي على برا فدخلو حتى هو في الفونكسيون. دونك فوالا جو بونس ان الفونكسيون واضحه بالنسبه لكم. غادي نحاولوا نتوقفوا في هاد النقطه هادي حتى الحصه الجايه ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نشوفوا فيها فكره جديده مع معلومه جديده. كان معكم سفيان من مدونه الخبير 24. إلى الملتقى.